should. نفس الشيء معناه ممكن، بس نستخدمه لما عندنا شيء يستوجب انه يحدث او لازم انه يحدث، مثلا لما ننطي نصيحة او اقتراح او سؤال او جملة عادية. ملاحظة مهمة كلش انه من نستخدم الشود لازم قبلها يجي فاعل بحالة من جملة اسمية. بس اذا كان عندنا جملة بها سؤال، جملة استفهامية، يجي الشود بداية الكلمة ونكمل الجملة عادية. اعطيكم مثال اول، الشود كنصيحة مثال: You should see a doctor if your body is gaining extra weight. لازم او يستوجب او يجب انه تراجعين طبيب اذا جسمك دي يكتسب وزن اضافي. هنا كنصيحة: You should not smoke among your children because it is not good for their health. لا يجب انه تدخن بين اطفالك لانه مو زين لصحتهم. I feel guilty because I shouldn't eat that 5 sandwiches yesterday at night. أنا دا أشعر بالذنب لأنه ما كان يستوجب إنه آكل 5 سندويشات البارحة.